السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف مبروك لحضراتكم بمناسبة انضمامكم لقلعة المحاماة، حصن الحريات في الوطن. وأنا بقول لكم النهارده بالنسبة ليكم، أنتوا تقريبا بقالكم شهرين ثلاثة بتعملوا الإجراءات أو أربعة. دي مش نهاية المطاف، لا، دي بداية المطاف وبداية الجولة. أنتوا دلوقتي انضميتوا لنقابة المحامين، إن شاء الله المفروض زي ما قال الأستاذ أبو بكر الأمين عام المساعد، تثقف نفسك، تزود المهارات القانونية. وإحنا في النقابة ما بنسيبكوش، إحنا بنقول لكم كده، وفي نفس الوقت بنقدم لكم يد العون. إحنا في لجنة الشؤون السياسية وفي لجنة الشباب اللي أنا بتشرف برئاستهم بنقدم دورات مجانية في كل فروع القانون. عملنا دورة في قانون الرياضة والتحكيم في منازعات الرياضية، لأن العلم حضراتكم قانون الرياضة الجديد صدر السنة اللي فاتت نزع الاختصاص الوطني من محاكم مجلس الدولة. أصبحت المنازعات الرياضية حاليا بتنعقد للمحكمة المصرية الأولمبية المخصوصة بنظر هذه النزاعات. إن شاء الله الجزء الثاني من الدورة دي هيبقى في شهر 9 وهنعلن عنه وحضراتكم تشرفونا فيه. عملنا لسه دورة الأسبوع الماضي في المهارات الفنية والعملية لمحامي الشركات. الدورات دي كلها بتهتم بالجانب العملي ومش النظري، النظري موجود في الكتب، لكن احنا بنهتم بالجانب العملي اللي المفروض ان كنتوا في خلال عملكم في المحاكم بتبقوا متسلحين بيه. بنعمل لكم برضو معارض للبدل والازياء للمحاميات مخفض ومدعم من النقابه، زي ما انا برضو بلزمك انك تلبس اللبس اللائق وتلبس البدله، والزميله برضو تلبس اللبس اللائق، مفيش يونيفورم معين للاستاذه المحاميه لكن لبس لائق يليق بيها وبالمهنه. احنا بنقدم لكم ازياء مخفضه ومدعمه من النقابه، واحنا بناء على تعليمات الاستاذ النقيب سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب بنقدم كل الدعم للشباب وبنقف معاكم عشان نحطكم على الطريق الصحيح لمزاوله مهنه المحاماه. والف مبروك لحضراتكم جميعا.